الخاص. لا تحكي لك شيء، خلينا نروح على مكاننا هنا. هذا الكليب اسمه او بلاش خلي اسمه مفاجأة. في شخصيات خفت منها في البداية، لكن بعد ما ورجوني صورتي اللي راح تطلع في الكليب الصراحة كتير انبسطت. في مجموعة من الاحداث اللي راح تصير معنا في الكليب الجديد. استعدادات لهذا الكليب كانت كبيرة، تقريبا من 3 أشهر ونحن عم نجهز ومنحضر لنصور هذا الكليب. كان مدروس تماما في كل لقطة، شو بدنا ناخد، شو بدنا نعمل، شو بدنا نحط، مين الشخصيات الموجودة في هذا الكليب. كل الفريق كان متعاون. بإذن الله رح يكون شيء جديد على قناة كراميش في الثانوية السادسة. ترقبونا على قناة كراميش. كل عام وانتم بألف خير.